علمنا ان الوزاره ديالكم قامت بواحد الدراسه حول النفايات في المغرب ولاول مره الوزاره تقوم بهذه الدراسه ما هي الفحوه ديالها بالفعل حنايا في اطار الاولويه ديال بلادنا والاولويه ديال كتاب الدوله التنميه المستدامه على اساس ان تولي اهتمام كبير للنفايات في الجزء في البعد ديالو ديال التثمين بالتالي اشتغلنا على واحد الدراسه اللي هي عطاتنا واحد الاستراتيجيه وطنيه للتثمين في المغرب يعني فين كاين الجيزمون ديال كل الـ يعني النفايات اللي قابله انها تكون الرسكالة الغوسيكلاج أه في البلاستيك في الميتون في الـ في الكارتون في لي باتري يوزاجي في وهاد الجيزمون في, في المدن اللي بان دابا تقريبا غادي في, في الـ يعني في الوجهه الشماليه الـ في المدن الكبرى بالاضافه غيكون عندنا خطه عمل من اجل بسطه القط الخاص على, على اساس الاستثمار باش بلادنا تبدا والحمد لله إحنا بدينا فيما يتعلق بالمطارح ولكن نبداو ايضا في هذه المواد الغير الخطيره واللي هي قابله للرسكلة وهي موضوع ديال خلق مناصب شغل التقدير اللي كاين دابا عندنا تقريبا معدل 20 الف منصب شغل ممكن. البيضاوي عطيو اهتمام كبير بداك المطرح ديال المديونه والمشكل ديالو ما هي المستج... اخر مستجدات ديال هذا المشروع لان راهم شويه مقلقين بزاف صحيح هو واللي ما كيتقالش بزاف هو ان ايضا الحكومه عطيه اهتمام كبير واهتمام خاص وكدير معالجه خاصه ونوعيه الاشكال ديال المديون اللي الحمد لله دابا راه في اطار الحل ماشي في افق الحل في اطار الحل بحيث ان نهار 24 دو جانفي تم فتح الاضرفه فيما يتعلق بالبرومي كازي يعني بال الحوض اللي غادي تد... اللي تدار فيه اعاده التهيئه ديال المديونه وثم غدا 26 غتبدا غد ان شاء الله ال ديفالياسيون على حساب الاضرفه التقنيه ديال البروسيدي يعني اللي غادي دار بالنسبه يعني المركز الجديد يكون مركز وان شاء الله غادي يكون مركز يتم اختياره من الناس اللي سميتوناو في يعني في في الصفقه الصفقه على في هاد طلب العروض على اساس ان يتم اختيار لا نوفيل جينيراسيون في التدوير وفي ال يعني في التثمين على اساس يعني كل لي كونديسيون المتحادابه في الدار البيضاء المطرح الان حقي غادي تسد ياك على ما فهمت. غير باش نشرحوا اشنو واقع والبيضاويين كلهم كيعرفوا كي دابا كاينه ديشاغل مديونه اللي كتعتبر اشكاليه بيئيه كبيره وحنا كنعترفوا بهذا الشيء وحنا هنايا من اجل حله. آه آه هاد خصها تسد باش تسد خصنا نديروا واحد نديروا لالتيرناتيف هي اننا غنديروا هذا المركز الجديد ديال التثمين. ولكن في حتى يتبنى هذا المركز الجديد ديال هذا عامين ولا عامين ونص على حسب اشنو غيخرج في اللوفخ اللي غادي تعطى غدا واللي غادي تختار من بعد لان غدا غيبداو يفتحوا في الاضرفه غادي تكون هذا الحوض اللي غادي يبقى يستقبل النفايات واحد عامين ولا اللي دبت أول موقع. 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 اللي هو اللي دابا هو بروفيزوار مؤقت بروفيزوار مؤقت اللي ما غادي ت... اللي هو ت... اللي هو اصلا نهار 24 تفتحوا الاضرفه وان شاء الله تقريبا غيتقاد في ديالو ست شهور ودابا راه تمت العمليه ديال كتبدا بعد العمليه ديال التسجيل ديالو على اساس يتبدا لا غيابيليتاسيون ويبدا هذا المستوى الاول في الحل المستوى الثاني ان شاء الله هو ان هذه الصفقه اللي غادي يتم الاعلان عنها غتعطينا شكون هو اللي خدا الصفقه واللي الشركه اللي خدات الصفقه بالطبع اللي آه بدون شك هذه لانها كانت في تيرم ريفيرونس اللي كانت في طلب العروض ان غتكون لا نوفيل جينيراسيون اللي هي معنيه بتدبير النفايات ديال من اطنان اطنان ديال النفايات الدار البيضاء هي تقريبا هي 1.6 مليون طن سنويا بالتالي هذا اولا واحد <applause> واحد ان شاء الله راه هذا المعالجه اللي كدير لها بشكل استثنائي لا من طرف الحكومه عموما كتب الدوله التربيه المستدامه وزاره الداخليه والجماعات الترابيه المغرب شاركها في بطريقه ناجحه في المؤتمر كوب 24 ما هي الخلاصات اللي المغرب من هذه المشاركه؟ اهم ما ميز المشاركه المغربيه هو الرساله الساميه الملكيه التي تلاها صاحب سمو الملك الامير مولاي رشيد والتي تضمنت رساله واضحه للمجتمع الدولي حقيقه هي التي وصل اليها الاطراف في اتفاقيه التغير المناخي اول ما جينا لهذه الوزاره اخذت على عاتقي ان في نحافظوا نحافظ على الرياده والاشعاع اللي الحمد لله عند بلادنا فيما يتعلق بالنجاح كذلك اللي كان في تنظيم كوب 22 بالتالي نفس نفس الرياده والاشعاع اللي حضرنا بها في كوب 3 هو اللي حضرنا بها في كوفان 4 وكنتوا معنا شفتوا لا على المستوى الرواق على المستوى الحضور الرفيع المستوى سواء على المستوى ايضا اننا كان عندنا واحد الدور كبير في التنسيق ودفع الموقف الافريقي باش يكون واحد واحد الموقف ضاغط وهذا الحمد لله كذلك كانت عنده اثر وهذا باعتراف مسؤولين سامين في مستوى عالي جدا. كيفما كتعرفوا ان هذا المؤتمر المناخي في سياق دولي جد صعب استطاع ان الحمد لله يكون عنده مخرجات متميزه باعتبار انه تم اعتماد واحد خارطه طريق بالنسبه لتفعيل اتفاق باريس غيتم تعبئه 100 مليار ديال الصندوق الاخضر كآليه ماليه للتمويل المناخي اللي غايستفدوا منها خاصه الدول المتضرره حاليا خاصه الدول الافريقيه، النقطه الثانيه الناس والدول الناميه او الفقيره اللي هي متضرره حاليا غتكون عندها المعلومه وهذا مهم لان قبل ما كانش عندنا المعلومه، حنا خصنا نديروا التكيف، حنا عندنا التهديد في التغير المناخي اللي اللي دابا كيفرض في 0.54% فيما يتعلق كتهديد للانتاج الوطني يعني في كل في شمال افريقيا المغرب 0.54 ككلفه كيؤدي مؤديوها من هنا ل 2050 الا ما لما تم مش ماشي حنا يعني حنا لا نساهم في الغازات الدافئه ولكن اذا لم يتم تخفيض ال 1.5 درجه من الغازات من من حراره الكوكب بالاضافه الى ذلك واللي مهم اكثر هو اننا غنمشيو ان شاء الله ل 2001 2020 على خطه عمليه سنويه بالنسبه ل 2025 على أساس ان نوصل ل 2050 في النتيجه المرجوه اللي هي نوصلو ل 2 ديغري فيما يتعلق بالاحتباس الحراري اللي اليوم كاينه كلفه حقيقيه فيما يتعلق بالارتفاع ديال المحيطات كتعرفوا ان للاسف الشديد ان التقرير ديال الجياك لو دي زيكسبيرون دي شونجمون كليماتيك تكلم على ان الاثر من هنا ل 2050 لما اتخذتش اجراءات وما مشيناش في التراجيكتوار ديال 1.5 دغري سيليوس بالنسبه للاحتباس الحراري غادي نمشيو وتقدر تكون مدن منقرضه وهذا الشيء مع العيبيه المغربيه